كيف يصل إلى الجنة وكيف يبتعد عن النار. ذكر المؤلف رحمه الله في قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال أيضا كما بينا فيما بينه الله سبحانه وتعالى لنبيه، فقال ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيضا قال في حال المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن يقول رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ثم قال وبين لا ملك مقرب، ومن ذلك جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة، ولا نبي مرسل ولا كذلك نبي.